إذن كما سمعتم فإن المخرج القدير مارتن سكورسيزي وفيلمه الإيرلندي قد خرجا من الحفل خالي الوفاض. رغم ترشح الفيلم لتسع جوائز لكنه لم ينل أي منها رغم توقعات فوزه بعدة منها. إلا أن خروج الفيلم أيضا خالي الوفاض من سباق جوائز الجولدن جلوب قد مهد الطريق لخروجه من الأوسكار بالنتيجة نفسها. إلى خبر آخر عن كورونا، حيث تم الإعلان عن أول حالة شفاء من الكورونا في الإمارات، حيث أكدت في وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها مساء الأحد شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها العلاج اللازم كأول حالة شفاء من الفيروس حول العالم. وأوضحت الوزارة أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بكورونا نهاية الشهر الماضي. ووصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة لفيروس كورونا في الإمارات إلى 7 حالات منذ ظهوره قبل أن تعلن الدولة عن شفاء إحداها. إلى صحيفة الديلي ميل التي نشرت صوراً لأعضاء الطاقم الطبي الذي يعالج المرضى المصابين بكورونا في ووهان الصينية بينما هم يعانون من جروح في الوجه والإرهاق واضح عليهم بسبب ارتداء الأقنعة الطبية والنظارات الواقية. وهذا وتمت مشاركة الصور على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية حيث تم تسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الأطباء والممرضات لرعاية مرضاهم. نصل إلى ختام حلقة بانوراما لهذا المساء، نلتقيكم غدا مع عدد جديد. تابعونا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي حتى تبقوا مطلعين على مختلف المضامين التي نعرضها هناك. كونوا بخير.